هنا تعود كلما فقدت بريقها في ميلانو، وبالضبط شركة بيرتوني صقلت أغلى كأس في العالم وغيرها الكثير، لكن الكأس الذهبية هاته تحتل مكانا مميزا لدى صانعيها. هذه الكأس صممها سيلفيو كاتسانيغا، وصنعتها شركة بيرتوني واعتمدتها الفيفا أول مرة في مونديال 74. تزن 6 كيلوغرامات و170 غراما، منها 5 كيلوغرامات ذهبا. وحتى يومنا هذا لا تزال نفس الآلات التي صاغت كأس العالم تحتل المكان. كأس العالم أهم مسابقة كروية وربما رياضية في العالم، وهي حلم كل لاعب بل كل عاشق لكرة القدم. بالنسبة لحرفي شركة بيرتوني هي أكثر من ذلك. قيمة كأس العالم نقدا تناهز 250,000 دولار، لكن قيمتها الرمزية تضاعف ثمنها. أما بالنسبة لهؤلاء الحرفيين فهي مصدر رزق بل مصدر فخر.